طيب رايك ايه في نادي الاتحاد دلوقتي يا كابتن؟ نادي الاتحاد السنه دي لعبه كويس كويس يعني ما تهزتش الماتشات والفرقه. ونيجي بقى على الحاج محمد مصلحي. ما لسه احنا لسه هنخش على الحاج محمد مصلحي. انت شايف دلوقتي ان النادي بقى فيه استقرار؟ طيب الدور الكبير اللي قام بيه محمد مصلحي عشان يبقى النادي في الاستقرار ده ويحقق النتائج الطيبه دي، انت شايفها ازاي؟ هو زي ما هو ما يتغيرش هو، يعني محمد مصلحي ليه بصمات على النادي الاتحاد. كلام عايز يعمل استقاله وده مش صح. مين اللي عاوز يقدم؟ الحاج محمد مصلحي. لا لازم يكمل مشواره. لازم يكمل. هو راجل محترم وراجل بيقف للناس كلها. في مره في الارض الجديده اللي هي اتعملت فيها في النادي على الطريق. انا ببص الله فين محمد مصلحي؟ قال لي ما جاش. ضربوا له تليفون. ضربوا له تليفون جاي يجري بالعربيه. جيت اهو. انت شايف ان الطفره دي، انت ابن النادي ده، انت متربي في النادي. انت شايف ان الطفره ديت والتقدم بتاع نادي الاتحاد ده اللي وراه محمد مصلحي الفتره دي؟ ايوه طبعا. طيب لو عايز توجه محمد مصلحي رساله هتقول له فيها ايه دلوقتي؟ عاوز تبعت له كلمه كده هتقول له ايه؟ اقول ان هو اطيب انسان في 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 بلدنا في اسكندريه. بص انت بتتكلم معاه اهو. حبيبي. هو بيقول لي تعالى اشوف الصوره دي. هو من صغره وهو في الشاطبي وبيخش النادي، وكان بيطلع هو على المدرج ام كلثوم هو واخوه. هنا ليه اخ هنا عمرو صلحي. ايه حكايتك مع ام كلثوم دي؟ المدرج ام كلثوم مدرج كان في ام كلثوم عملت حفلات ثلاث مرات. حفلات فسموا المدرج ده باسمه. اتعمل مدرج اللي ورا الجون. اسمه مدرج ام كلثوم. فهو كان يجي من المدرسه هو واخوه يطلع من المدرج. هو يبص كده ابوه عشان ابوه قاعد تحت مع الكابتن كامل السباق. وبعدين يبص لا اهو بوب اهو وعرابي اهو. ده التريت الماتشات التمرينه الاخيره بتاعت يوم الثلاث. طيب وبوب وعلي الكلاني ووحيد وشحت اهو وسمير مخيمة بيعشق الاتحاد. خلاص يبقى ان شاء الله يوم الجمعه هنكسبه. ما شاء الله بيحب النادي. لا هو بيعشق النادي. بيحب النادي جدا. بيعشق النادي. طب انت بتروح الادي اهو بطل كاس مصر كرة القدم سنه 36 ده كده اهو. ابو شاطربوش ده وهو قاعد اهو مكتف ايديه. وادي مصلحي بيبص على الصوره اهو. انت وهو. ده حسن اسماعيل رسمي. ده اول رئيس نادي. كويس. اول رئيس النادي. وليه اخين بيلعبوا في الكوره. محمود حوده والسيد حوده. وطبعا الجته دي معرفش بقى اسمهم ايه. وهنا ورا الصوره في مدرسه الليسيه. ايوه اللي هناك دي. ايوه.